هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. كما كتشوف اليوم أجواء رائعة في اختبارات. الحمد لله داك الشيء اللي كنا متوقعين هو اللي وقع نيت نظرا للدعوة عبر الانترنت والفيسبوك. فتم الاختيار ديال اللاعبين اللي هادي دوزوا هاد الاختبارات اليوم. كما كتشوف أجواء جميلة، الظروف كلها مهيئة. نتمنوا التوفيق للجميع. غادي يحضروا معنا لاعبين دوليين في جميع الدورات باش يكونوا من ضمن الناس اللي غادي يختاروا. كيحضر معنا اليوم رشيد داودي، غادي يحضر معنا مصطفى بيدودان اللاعب الدولي السابق، وغادي يحضر معنا كذلك اللاعب الدولي والإطار الوطني اسمه محمد سهيل، وكذلك الإطار الوطني بالإمارات العربية المتحدة شخيطة. كنتمنوا التوفيق للجميع مع هاد الوليدات وتمر الظروف في احسن ما يرام، ويتم اختيار اللاعبين اللي كيستاهلوا. احنا كنعملوا بكل شفافيه باش اللي يستاهل ان شاء الله ينضم لنادي الرحال لكره القدم. كنحاولوا نديروا جهدنا والله هو ولي التوفيق. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.